متابعينا الكرام، نقول السلام عليكم في فيديو جديد وتجربة جديدة. احنا كان اليوم البروغرام تاعنا في الشام، باش نمشيو لاحد المطاعم في مدينة قسنطينة باش نجربوا الأكل الجزائري ونكتشفوا الأكلات التقليدية. ولكن تمت دعوتنا في قسنطينة في منزل صديقنا أبو بكر مهديوي، مشكور على الدعوة والاستضافة. سي أبو بكر، مشكور على الدعوة. مرحبا بك مشان عندنا في الدار، حطيتو نسمة قناة تونسية. عايشك. مرحبا بأهل تونس وأشقائنا وخوتنا إن شاء الله. إن شاء الله. كيف نعرفوك اللي عايشك. وهذا هو الشيء اللي شفناه في الجزائر، في كل مكان تلقى الناس كل ترحب بيك، مرحبا بيك، تفضل بحذانا، قعد بحذانا، جات عشا بحذانا. احنا شعب واحد. شعب واحد بطبيعة الحال، وهذا مهم. خويا وليد، شنو رايك ساعة في العشاء قبل ما نجربوا؟ عمك أبو بكر لما يدير لك عزيمة. أي. لازم تاكل ما تحبس. ما شاء الله، هو سعيد هو صديق زاد كيف سعيد. ما شاء الله. ما شاء الله. سعيد من اللي بدينا ناكلوا تبارك الله. ما شاء الله. يعني كي تشوف طبق تقليدي قسنطيني تحبس وحاجة. نعم. زيد على بك الله يبارك عند الشيخ أبو بكر. أي. الله يحفظ الزوجة تاعو. من مختصين في الاطباق التقليديه. ما شاء الله ما شاء الله يبارك لها ويجعلها في اهل الجنه كما يقولوا جنه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب امين. صديقنا خونا وسام نعم الناس الله يخليك. جربت ساعه بديت تاكل ولا مازلت؟ مازلت انا اكتشف بس انا فيك تصور خلص. لا راه في التصوير نقعد نبقى شويه خاطر المهم التصوير. ساعات التصوير اهم من الماكله، الماكله ما عندها باش تهرب كيما تقول. شوف الماكله تشهي. الماكله تشهي. شوف هذه هي الرقبات ما شاء الله. هاي تعود تبرد. هاي تجربوا هاي تو باش نبداو ناكلوا. قولوا بيدو قول. سعيد قول. سعيد قول. 10 10. كاين حلو شوية خبزة. هي هي. أجيب حلاوة. أجيب حلاوة. أنا نعمل خبز. نعملوه يا إما مبابة ولا طابونة. ويكون بالملح. بالملح. ما يكونش حلو. تقصد عليك وانت دخلت على بعض. طبق صحفة ان شاء الله اش قولك؟ ما شاء الله ان شاء الله. صحفة اول صحفة فردت هي تاعي وانا وراك. طبعا عطيتني معلومة تو خويا ابو بكر، عطيتني معلومة على الشوربة. هذه الشوربة شوربة الفريك نطيبوها في تونس. نطيبوها في تونس بصح هنا الشوربة القسنطينية ما فيهاش النعناع. شربة قسنطينية ما يحطوش فيها النعناع. شربة قسنطينية. هذه شربة قسنطينية على الطريقة العنبية. كي تقول شربة قسنطينية على الطريقة العنبية تقصد بها عنبة راهي في الحدود التونسية. أي. تسمى طيب كيف تقريبا. فهمتك. خبزة. لا ما كانش ما عندناش كاس. يعجبني الكاس. شوفوا الخبزة هذايا في الدار طيب في الدار خفيف. شوف معناها حتى حلو يبدا حلو. مش كيف الخبز اللي نطيبوه في تونس مثلا يبدا معمول بالملح، خبز الملاي ولا خبز طابونه ولا كل حد كيفاش يسميه، اما بنين برشا. هذا هو الطبق الرئيسي. هذا هو طبق الشخشوخه. الشخشوخه خاص بقسنطينه. خاص بقسنطينه. الشخشوخه ما جي بالي كيف المرق اللي عندنا في تونس طيبوها. اما قلت يمكن يختلف الاسم شكشوكه يعني خبز ماء وملح. حيت وتقطعها من بعد باليد بتفر كما يقول الشخشوخه. ما شاء الله تنذوقوها اول مره باش نذوقها هذه الشخشوخه. الله يبارك. اما ظاهره بنينه ظاهره شاي. ما شاء الله. اول واخر مره. علاش علاش اول مره واخر مره؟ مش نفس اللي طيبها كيما. ذكر هذه صح. هذه عبالك اللي قال لك كلمه لازم تسمعها الوالده الساعه. كيفاش؟ يوسف افتخر بامه. يوسف شكرت عليك. ربي يفضلها لك. قلت له الماكله نجربوا الشخشوخة القسنطينية. بالدار بخط. بنينة. بنينة يسكتها. تم خديتش وش قال لك تقول لها؟ وش قال لك يوسف؟ اش قال لي؟ قال لك تاكلها أول مرة وآخر مرة. والله ما شاء الله. هذه تقدر تاكلها بالحار. شوف بالحار. ما تكونش لا كنت الوالي مازال مرة اللي عدات بالحوت والكرفات.
الشيخ ابو بكر ما كانش، ما تغلبوش الولايم هو الاول، هو الاول مش في الولاد في الولايم نروح نمشي للولايم. لا لا انت اللي ديرهم، لا لا هو اللي يديرهم، هو اللي يدير الولايم، ما كانش بيغلبوا. دوك كون يقولوا لي غدوه لي ليا هو يسبقهم يدير قبلهم. الله يكثر خير ان شاء الله. عيشك الوليمه هذه ما شاء الله الواحد ياكلها يقعد 3 ايام ما ياكلش. قداش 3 ايام؟ 3 ايام ممكن والله ما شاء الله، لانه مازال فما حلويات موجوده. الاكل الاقسطيلي اللي كليناه توا يشبه برشا الاكل التونسي، ما يفرقش برشا. في الايامات الاولى كليت البرا الفاست فود في بعض المطاعم. الاكل شايف في بالي الاكل الجزائري مختلف، ولكن بالعكس كي تدخل دار قسنطينيه عباره كانك في تونس. اولا لما تبدا محلاها والقاعده تبدا مزيانه برشا ويفرحوا بيك، عباره كانك كواحد منهم وكانهم يعرفوك عندهم سنوات عديده. وزيد الاكل ما شاء الله الاكل ممتاز وبنين برشا. كيما شفتوا معانا كيما شفتوا معانا ان شاء الله الاطباق الكل فرغت. هذه كيفاش هذه يقولها شبه صفرا؟ شبه صفرا هذا طبق مشهور في مدينة قسنطينة، يقدموا فيه الأعراس أي في نهاية الوجبات الحفلات في العشاء بعد العشاء. ما العشاء كي نخلصوا قالت تسمى تمشي مو تسمى اونشيني ورا بعضها متسلسل. قال اكزومبل كان خلاطة شربة شخشوخة وحاولوا تختم بحاجة حلوة أي تهز وحده تاكل خاطر واش كاين جماعه واش يديروا؟ يدا غادي او يحكي معاك يمتى وحده زوج ثلاثه ياكل هذا وبعض. ولا ما تاكل الفن معك تاكل كذا كيما دوك احنا كنت لنا كوب السبقنيش وكل ثلاثة صح. كيفاش تاكل فن ترى؟ تسبنا تسبنا الفن لما تبدا تاع اي ورينا الفن اي الفن لازم يجيبوا خبز الدعاب اي اي كان مرقوق كما نقولوا نغسل ساعه في العصاص اي هكذا من بعد نهز كيما انا اوليو نهز الهلال هذوك انا نمثل نجوم الشرق نهز نجم مثل نجوم الشرق هكذا ونبدا بها ما ناكلهاش ضربه واحده نقسم بشويه نقول نتفنن فهمتك استمتع استمتع ونسبل بعقلي هذيك نسبل نلقى بزاف حوايج الداخل جوج وما سهر حوايج كبيره امور كبيره اي ما شاء الله كيما تشوف بعد العشاء والوليمه والحلول شنو اسمه راني نسيت اسمه الحلول اللي جابوه فيه نجمه وهلاله شبح الصفرة هاي شبح الصفرة راكم تشوفوا ما شاء الله هيا ديسر ديسر هيا يوسف هو اللي ما صورناش راه فيديو كامل هو اللي كان يجيب لنا في الماكله ويجيب لنا في الخيرات هذه الكل بارك الله هو ابن اكبر جيبه بكره دونك مازال ما شاء الله الخير في المنزل القسنطيني في منزل الخير في منزل الخير خويا هذا وين باش نحطوه؟ ما تخافش كبير في ظهرك هذه كل عمايل يوسف ما شاء الله بارك الله وكاين حاجة حاب تحكي على الحوايج هذو اي بيان سور ان شاء الله كنا عندك المرأة الجزائرية قد ما نحكي فيها اي المرأة الجزائرية مبدعة كما نقولوا كما تحب الى ابعد حدود فهمت كما تحب كثر ماكش علاه اعطيك اكزومبل الشيء هذا اللي قاعد تشوف فيه بارابور الشيء اللي قاعد يصرى في الشيء اللي قاعد يصرى الشيء اللي قاعد يصرى في الدول تاعنا اللي قاعد نقول لك هذه نقولوا فرانكوفون اي فرانكوفون عاد بزاف في سمي اللي يضربوا ما يعاونوش راه واحد نعطيك زعما بور مش مجامله ولا قالوا الحوايج هذو يديروا في الدار نورمال المراه كي تحب دير فهمتني وعندها الامكانيات خليها تبصر بسم الله يوسف كي يجي زميلنا هذاك قال لك سبتمبر ان شاء الله واش حاكم هو هذوك بارك الله فيك مشكور على الاستضافه هذه والعشاء المزيان مشكورين له خيان خونا وليد خورا سعيد الله يبارك فيك خورا داود ربي يعافيك الله يخليك عايشك دونك كان عشاء مزيان كان عشاء حلو ان
شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا الناس الكل.